تزال غزة تحت القصف الإسرائيلي، والأنظار تبقى على التصعيد في المنطقة وبانتظار الرد الذي قد يطول بحسب الحرس الثوري. وفي الأثناء يواصل وزير الخارجية الأمريكي جولته المكوكية التي تصطدم بتمسك نتنياهو بتعابير النصر الكامل، وفيما تتهم حماس بلينكن بأنه انقلب مع الرئيس بايدن على مقترح بايدن نفسه. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تسعى لإطلاق أكبر عدد من المختطفين في المرحلة الأولى من صفقة الهدنة في غزة. نتنياهو قال إن إسرائيل تعمل على تفكيك نظام حماس والقضاء على قدراته العسكرية، مشيرا إلى تصفية قادة حماس والاستيلاء على محور فيلادلفي ومعبر رفح، مبينا أن إسرائيل تقترب من تحقيق النصر والقضاء على حماس بحسب ما ادعى. الأمر الأول هو القضاء على حماس وتحقيق النصر، ونحن نقترب منه خطوة بخطوة. لقد قالوا لنا قبل 3 أشهر قبل أن ندخل رفح أنه ليس هناك ما يمكن القيام به. في تلك الأثناء قضينا على الضيف والقادة الآخرين أيضا، وسيطرنا على محور فيلادلفي وعلى معبر رفح. نحن نعمل بكل قوتنا على تفكيك نظام حماس والقضاء على قدراته العسكرية. الأمر الثاني هو أننا في الوقت نفسه نبذل جهدا لإعادة المختطفين بشروط تسمح بإطلاق أكبر عدد ممكن منهم في المرحلة الأولى من الصفقة. أقول هذا بوضوح، هذا هو الهدف الذي حددته. أما الأمر الآخر فهو الحفاظ على إنجازاتنا الأمنية الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الكبيرة من الداخل والخارج. في المقابل، وصفت حركة حماس التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تراجع الحركة عن اتفاق وقف إطلاق النار، ودعوة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للقبول بمقترح جديد بأنها ادعاءات مضللة ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقف للحرب. وقالت الحركة إن هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل والشراكة الكاملة في الحرب، وضوءا أخضر أمريكيا متجددا لارتكاب إسرائيل المزيد من الجرائم بحق المدنيين. وعدت الحركة ما تم عرضه مؤخرا عليها انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في 2 يوليو والمرتكز على إعلان بايدن، وقالت إن الوسطاء في مصر وقطر يعلمون أن الحركة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية في كل جولات المفاوضات السابقة، وأن نتنياهو كان دائما من يعرقل الوصول لاتفاق ويضع شروطا وطلبات جديدة. كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من خان يونس. وخلال العملية التي قام بها الجيش بالتنسيق مع جهاز الشباك ووحدة الهندسة، فقد عثر على جثث المختطفين 6 داخل نفق بعمق 10 أمتار، كما عثر على أسلحة كان يستخدمها المسلحون الفلسطينيون بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. وحول لبنان، طلب زعيم حركة معسكر الدولة في إسرائيل بيني غانتس بتنفيذ عملية وقائية في الشمال ضد ما وصفه بتهديدات حزب الله اللبناني والذي يتسبب في تدمير جنوب لبنان بحسب تعبيره. وقال غانتس في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إنه لا يمكن أن يستمر الوضع في الشمال على ما هو عليه، وإنه هناك حاجة إلى إجراء عملية وقائية داعيا الكابينت إلى اتخاذ القرار. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون، ومن جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. مرحبا بكما. أبدأ من عندك ناهد لأسأل عن تطورات الوضع العسكري من حولك.
حسين، لا تزال المواجهات تشهدها الجبهة الجنوبية منذ ساعات الصباح الباكر. كانت إسرائيل نفذت سلسلة من الغارات آخرها على بلدة الظهيرة، وبحسب معلومات الحدث فقد أدت هذه الغارة إلى مقتل عنصرين من حزب الله في الغارة التي نفذها الطيران الحربي على بلدة الظهيرة. كانت سبقتها أيضا غارة من مسيرة على بلدة حمول، وصباحا غارة على بلدة عيت الشعب مع قصف مدفعي لم يتوقف منذ الصباح على عدد كبير من البلدات. قصف أيضا ترافق بالقصف الفوسفوري في عدد من البلدات الحدودية. بالمقابل حزب الله اليوم أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا صباحا، وأيضا منذ بعض الوقت في الصباح كان أطلق صلية صاروخية باتجاه الجولان مستهدفا ثكنتي نفح ويردن، وذلك ردا على الاستهدافات التي كانت طالت ليل أمس منطقة البقاع الشمالي والتي استهدفت مخازن للذخيرة والسلاح لحزب الله في منطقة البقاع الشمالي. أما منذ بعض الوقت فكنا رصدنا أيضا صليات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجليل الغربي، ليعلن بعدها حزب الله عن استهدافه ثكنتي ميتات وشميرة تحديدا، تجمعات لجنود إسرائيليين في هاتين الثكنتين في الجليل الأعلى، وذلك ردا على الغارة في بلدة الظهيرة والتي أدت إلى مقتل العنصرين في الحزب اللذين ذكرناهما بحسب مصادر الحدث. أيضا كان هناك رشقة في ساعات بعد الظهر استهدف فيها قاعدة جعتون القريبة من نهرية، وذلك ردا أيضا على الغارة التي كانت استهدفت بلدة دير قانون ليل أمس وأدت إلى مقتل عنصر من حزب الله، بالإضافة إلى أنه كان هناك استهداف اليوم أيضا لدراجة نارية في جنوب لبنان في بين منطقتي الشابية وبفلي، ولكن سائق الدراجة نجا بأعجوبة من هذا الاستهداف. إذن الصورة حسين هي اليوم لا تزال في إطار الردود المتبادلة، حزب الله يرد على كل الاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل باستهدافه قواعد إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا التي منذ ساعات الصباح اليوم وهو يقوم بإطلاقها. بالمقابل إسرائيل أيضا تواصل عمليات الاغتيال والاستهدافات التي تقوم بها بحق عناصر من حزب الله في مختلف المناطق اللبنانية. طيب ستبقي معي ناهد خضر الزعنون، مرحبا بك، استطلع منك أجواء قطاع غزة اليوم. نعم حسين، يعني هذا اليوم يعني زادت وتيرة الاستهدافات التي قام بها الجيش الإسرائيلي سواء عبر القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وحتى من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار من الجيش الحربية الإسرائيلية وأيضا من مسيرات عسكرية إسرائيلية في الجنوبية وتحديدا في مدينة خان يونس. وصل أو نقل على الأقل 26 ضحية والعشرات من الجرحى والمصابين منذ ساعات صباح هذا اليوم ساعات هذا المساء. قبيل دقائق من الآن حسين استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين وهم يقومون يعني في نقطة شحن للهواتف والإنترنت في بلدة بني سهيلة إلى الشرق من مدينة خان يونس. أدى ذلك إلى سقوط 4 من الضحايا وأيضا عدد من المصابين والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. أما في وسط القطاع وتحديدا في مدينة دير البلح أيضا في دور هذا اليوم ارتكبت الآلة الحربية الإسرائيلية يعني استهدفت مجموعة كبيرة من المواطنين وذلك في سوق دير وسط مدينة دير البلح وسط القطاع، وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل 9 من الضحايا ونحو 20 من الجرحى والمصابين والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. سبق ذلك الاستهداف هنا في مدينة غزة حسين عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخين على الأقل مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي المئات من النازحين في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. أدى ذلك إلى سقوط على الأقل من الضحايا ونحو 30 من الجرحى والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهناك كما أفدنا من الدفاع المدني أعداد من الضحايا تحت ركام هذه المدرسة حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة، وتم نقل الضحايا الذين يشلم والجرحى إلى مستشفى المعمداني هنا في المدينة. شكرا جزيلا لكما مراسل الحدث زميلي خضر الزعنون، وكذلك أشكر زميلتي ناهد يوسف مراسلة الحدث من جنوب لبنان.